بيشربوا الكمال احسن. البنزين والسكر اخباره ايه معاكم الفتره دي؟ متوفرين الحمد لله. طيب هل في زياده في الاسعار؟ هل في اي حاجه؟ لا 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 مفيش حاجه. في صعود زي الاول ولا العمليه تم القضاء عليها؟ لا 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 يعني كده في استقرار في وضع البنزين في بلدنا؟ استقرار اه نعمه من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله. طب هل في البنزين هنا بس ولا في اغلب البنزينات؟ كل البنزينات. كل البنزينات. هل في امن متوفر؟ كل حاجه متوفره الحمد لله. هل في ازمات الفتره الاخيره في السكر والبنزين ولا كله متوفر؟ حاجه والله. كان جمهور المنتجات هي السبب في الهجوم، هل ده حصل؟ بالعكس، فاهم كل اللي ماشيين بس المنتجات بتتكرر. طيب السولر والبنزين متوفر ولا في ناقص في اي ماده منهم؟